بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن نوع فصيلة من فصائل الخس. طبعا بعد اكتشاف ودراسة الأنسجة المتواجدة في هذه العينة، اكتشفت مجموعة كبيرة جدا من الأحياء الدقيقة مثل البكتيريا، الفطريات وغيرها من المخلوقات الدقيقة. بالذات يعني أحادي الخلية منتشر بنسبة كبيرة جدا، وأيضا المخلوقات المتطفلة الدقيقة، ديدان المجهرية، يعني ممكن تشوف فصائل أيضا من البكتيريا الحلزونية، البكتيريا العنقودية، البكتيريا أيضا التي تعيش على الأنسجة المتحللة. أيضا ممكن تشوف فطريات التي تعيش على الأنسجة المتحللة فوق الأنسجة يعني التي فيها يعني تليف نسيجي في الطبقات العليا والوسطى. ممكن تشوف يعني مخلوقات كثيرة جدا عندما تشرح هذه العينات وتضعها في المجهر. ممكن تشوف أنواع الميكروبات والطفيليات والديدان والبكتيريا والفطريات، وأكثر شيء يعني مثل هذا نوع من أنواع التليف النسيجي للطبقات العليا. ممكن تشوف لو تم دراسته يعني تحت مجهر تشريحي، ممكن يعني وتحت مجهر بيولوجي خاص للأحياء الدقيقة يكبر أكثر من 2500 مرة أو 3000 مرة، ممكن تشوف الخلايا المتواجدة في هذه العينة غالبا تنتج عنها بسبب التحلل والتجمع الخلوي الميكروبي والطفيلي بسبب تجمع الفطريات المتواجدة فيها أو البكتيريا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.